عسلامة، مرحبا بكم الكل. إن شاء الله يا رب تكونوا الناس الكل بخير وصحة. اليوم جيتكم برسالة جديدة، هي في الحقيقة 4 وصفات في وصفة: جاتو جينواس بكريم موسلينو براليني ومغطية بجلاساج ميروار. يعني باش نشوفوا مع بعضنا وصفة الجينواز مع وصفة الكريم موسلينو براليني، بما فيها وصفة البراليني ووصفة الجلاساج ميروار. نبداو اول حاجه بمكونات الجينواز: 5 بيضات كاملين بالاصفر بالابيض نتاعهم، 180 غرام سكر و180 غرام فرينه و ساشي فاني. الجينواز هذه اللي فيها لا زيت لا زبده لا جيل لا خميره لا حتى شيء، وناجحه ناجحه على الاخر. يزي انكم يكفي انكم تتبعوا الخطوات الكل وتقدوها بالضبط كما باش تشوفوها. اول حاجه حطيت رشه ملح على البيض، وحطيت السكر فاني مع السكر الاخر. بديت نركز في العظام، وكل مره نزيد في السكر بشويه بشويه حتى يشلين ولا الخليط الكل متاع البيض والسكر كيما هكايا روبون. وقت اللي تهبطوا هكا ما يختصش، يقعد هكاكا واقف كيما قاعدين نشوفوا فيه. من بعد حطيت فوقهم غربله الفرينه، وقعدت نزيد بشويه كل مره ونخلط من اللوطه للفوق، ما نخلطوش بالقوي باش ما يهبطش شكل البيض والسكر اللي طلعناهم، ما يهبطوش. حضرت لي مول متاعي، دهنتهم بالزبدة. هذه الطريقة للعباد اللي عندها مشكلة في القصان كيفي هنا، ما نقصهاش مستوية جملة. وحطيت وصبيت عليها الخليط، فرقت الخليط على ليمول بالتساوي. ومن قبل ما نبدأ نقد في الجينواز، حطيت سخنت الفور على 160 درجة. نضرب الطبق هكايا باش يخرجوا الفقاعات نتاع الهواء اللي في الجنواز. نحطوها، انا خليتهم 25 دقيقة على خاطر الليمول نتاعي صغار والجنواز في سما طابت. اما كان باش تحطها في مول واحد يبدا يكون كبير، تقعد ما قلش من 40. We'll be right back.
الماكينة ونركضوها حتى اللي ترجع كيما هكا القوام هذا. من بعد ناخذوا الزبده نطريوها كيما هكا ونبداو نزيدوا بشويه بشويه على الكريم باتيسير. كل مره نزيدوا مغرفه حتى كشلين تمتزج كلها مع بعضها وتولي كريمه باهيه، يكون القوام نتاعها كيما باش نوريها لكم تاو. هذا القوام تاع الكريم موسلين اللي تحصلنا عليه، ما عادش فيها الحبيبات نتاع الزبده، شاد روحه ومزيان. توا نجيو للبراليني باش نخلطوه مع الكريم موسلين. انا حطيت 3 مغارف وخلطتهم، ركبتهم بالكدا مع بعض، نشوفوا كيفاش باش يولي. الكريم موسلينو براليني حضرت، توا نتعديو للكلاصاج ميروار. اول حاجه ناخذو 200 غرام سكر عادي، 200 غرام كريمه سائله، 70 غرام كاكاو مر من غير سكر، 70 مليلتر ماء بارد، و14 غرام جيلاتين حلال. راهو حلال الجيلاتين هذايا، مخدتهم عند الجزار اللي يبيع اللحوم الحلال، وهو من منتوج تركي يعني. نحط الكريمه السائله في كسرونه ونحطها على النار، نسخنها اما ما نغليهاش، نسخنها شويه كهو، بعد نصب عليها كميه الكاكاو ونحرك بالكدا بالكدا، ندخلهم في بعضهم لين نتحصل على الخليط هذايا. كيف الماء والسكر نحطهم مع بعضهم في كسرونه، نسخنهم حتى لين يذوب السكر، ما نغليش، نسخن كهو. ومن بعد ناخذ الماء والسكر ونبدا ونصبهم على الكريمة السائلة والكاكاو ونخلط بالقدي بالقدي. من بعد ناخذ الجيلاتين نعصره ونحطه مع الخليط هذيك ونحرك بسرعة حتى يشلين يذوب كجيلاتين في وسط الخليط. من بعد نصفي الخليط الكل على خاطر الجيلاتين باش يخليك الحبيبات الصغيرة متاعه، نصفيه. وصاي الكلاصاج ميروار حضر، خليه يبرد وكان بايبي عليكم منه. توي كنجيو للمونتاج. وصلنا للمونتاج نتاع الكاتو نتاعنا والتزيين. بالنسبه للمونتاج انا بالطبيعه مادام حضرت الكريم موسلينو براليني حشيتها في الوسط ما بين الطبقات بالكريم موسلينو براليني، ومن الفوق زاد غطيتها بكلها بالكريم موسلين، ومن بعديك صبيت عليها من الفوق الكلاصاج ميروار. وبالنسبه للتزيين معناتها كل حد كيفاش يحب يزين بالطبيعه. بالنسبه للجينواز ننصحكم جربوها، كيما ريتو ما حطيت فيها لا خميره، لا حطيت فيها جيلك، لا حطيت فيها زيت، لا حطيت فيها زبده، وحتى البيض معناتها ما فرقتش الابيض على الاصفر، وخدمت الابيض وحده والاصفر وحده والبروسيدور هذيك الكل، معناها جوست خدمت البيض والسكر بالكدي بالكدي مع بعضهم، وكهو كيما ريتو القوام هذاك ينفع وصلتولو. تنجح معكم وصفة الجينواز إن شاء الله. بالنسبة للجلاساج، وقت اللي بيضته ليلة كاملة في الفريجيدير وخرجته من غدوة، سخنته ذوبته على باماري وخليته يبرد شوية على خاطر سخون ياسر باش يوصل يذوب لما يسخن برشا، خليته يبرد شوية حتىش لين قاعد نتاع فيه حتىش لين يوصل ما بين 30-35 درجة، معناتها ما تحطوش أكثر خاطر باش يسيل يكون سايل أكثر ومش باش يشدلكم فوق الجاتو. الوصفة متاعنا اليوم وفيت، إن شاء الله تكون عجبتكم. بالنسبة للرسات متاع الكريم موسلينو براليني والبراليني والجلاساج ميروار، أنا زربت قاعدة نزرب باش ما يجيش الفيديو طويل برشا، وإن شاء الله هما بيدهم أتاو نهبطهم في فيديوهات أخرى يكونوا مفصلين، معناها من غير برشا قصان ومن غير ما نزرب التصويرة.
وان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم، وان شاء الله تجربوها. بالنسبه لي انا كيف العاده ننصحكم بها، على خاطر بالحق بنينه برشا، سيرتو جاي توا راس العام، فما بيد تحب تقد الحاجه في الدار، معناها هذه هي وصفه ننصحكم بها. وتوا ما قاعد كيفاش نقول لكم، تبقاو في امان الله، بسلامه، باي باي. ان شاء الله نرجع لكم في رسائل اخرى، في الامان، باي باي. Thank you.